ومن الدراما والنجوم في مجال الفن هننتقل إلى نجوم في مجال الكرة. ولكن قبل ما نتكلم عن ده، النهاردة للأسف الشديد منتخبنا الأولمبي ودع أولمبياد كرة القدم في طوكيو بعد الهزيمة قدام منتخب البرازيل 1-0. من بين لاعبينا في طوكيو كابتن رمضان صبحي، اللي خلال كام يوم اللي فاتوا بدأنا نسمع أخبار عن انتقاله وينتقل من نادي بيراميدز إلى نادي الزمالك. طبعا الأسباب البعض قال إنها قد تكون مادية، والبعض الآخر قال إن هي دي رغبة اللاعب في هذا الانتقال. طبعا زي ما حضراتكم عارفين وكلنا هنتفق، كابتن رمضان صبحي بيعتبر من اهم اللاعبين في مصر، وبالتاكيد اخبار انتقاله دي احدثت نوع من انواع الجدل الكبير ما بين مؤيد وما بين معارض لهذا الموضوع. على التليفون معانا استاذ محمد يحيى الناقد الرياضي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم. اولا لازم طبعا اسال حضرتك عن رايك في اداء منتخبنا النهارده. والله يعني طبعا احنا لازم نشكر لعيبه منتخب مصر على اللي قدموه في البطولات، يمكن النهارده الاداء مش اللي احنا منتظرينه، احنا منتظرين اكتر من كده، كنا منتظرين يعني اللي اتقدم النهارده اللي هو العادي، احنا كنا منتظرين الغير عادي توقعاتنا كانت من اعلى. لعيبه منتخب مصر. بالظبط، لا كنا عايزين الاعلى، كنا اكيد خصوصا ان احنا كنا نقدر، يعني فكره ان احنا نخسر 1-0 كنا نقدر ان احنا نسجل، وكنا نقدر لو كان عندنا شراسه شويه وحميه اكتر قدام طب حياتك المنتخب بترجع الكبير. ده لإيه يا أستاذ محمد؟ هل هو نشوة الفوز في المباراة اللي فاتت، ولا هو كان إجهاد برضو بعد التدريبات الكتيرة اللي هم كانوا بيقوموا بيها استعدادا لهذه المباراة؟ بصي اكيد الاجهاد ليه دور، لان احنا منتخب مصر اتحرك ما بين 3 مدن في جوه طوكيو، والمسافات كانت كبيره، اخرهم المسافه كانت 5 ساعات انتقال بالقطار من المدينه اللي كنا فيها للقريه الاولمبيه، فده يمكن عمل نوع من الارهاق شويه، ولكن مش هو ده الاساس. الاساس ان احنا لعيبتنا ما كانتش مصدقه ان هي تقدر تكسب منتخب البرازيل، ما كانش عندهم الطموح ان هم يكسبوا منتخب البرازيل عشان يكتبوا تاريخ جديد لنفسهم، رغم ان احنا كسبنا البرازيل وديا قبل بالظبط الاولمبياد، بالظبط ولكن المباريات الرسميه حاجه مختلفه، ما كانش عندنا الرؤيه او النظره جوه هل لعبتنا امكانيات الاساس. المنتخب اللي ظهرت النهارده هي دي امكانياته، ولا كان في فرق ما بين امكانيات منتخبنا والمنتخب البرازيلي؟ بصي يعني عايز اقول لك ان احنا عندنا لعيبه كانت كويسه ولعيبه ظهرت بمستوى سيء، نفس الموضوع عند البرازيل، يعني النهارده رمضان صبحي حضرتك كنت بتتكلمي عنه، رمضان صبحي ما ظهرش بالمستوى اللي ظهر عليه في المباراه اللي قبليها، ما ظهرش بالشراسه الهجوميه اللي احنا منتظرينها من رمضان صبحي، ما ظهرش بالشكل اللي رمضان صبحي نفسه يبقى راضي عن نفسه وراضي بالمباراه ان هو عمل اللي عليه عشان يقول ان هو قدم اكتر ما عنده لمنتخب مصر في مباراه النهارده، فبالتالي قيسي الدوت بقى على باقي اللاعبين، ده ما حصلش اي شراسه او اي رغبه من جواهم ان احنا نقدر نكسب منتخب البرازيل، فبالتالي كانت النتيجه ان احنا خسرنا 1-0، وكنا نقدر لو ظهرنا بشكل كويس زي ما عملنا قدام استراليا، لو لعبنا البرازيل بنفس الاداء اللي لعبنا بيه قدام استراليا كان ممكن النتيجه تبقى افضل من كده ويبقى الشكل والاداء احسن من كده بكتير. طب انا برضو عايزه اسال حياتك سؤال. يعني حارس المرمى كابتن الشناوي قام بدور رائع، يعني حتى المباراه الاخيره، ويمكن النهارده برضو قام، برضو لازم نديله حقه، نقدر نقول ان هو لولا وجوده كان ممكن ان احنا نخسر اكتر من 1-0. أكيد أكيد محمد الشناوي لعب دور كبير جدا مع منتخب مصر الأولمبي، مش المباراة دي بس، كمان مباراة أستراليا وقبلها مباراة إسبانيا، محمد الشناوي كان يعني مان أوف ذا ماتش للفرقتين، كان أحسن لاعب في الملعب من الفرقتين خلال المباراة بتاعت النهاردة، وفعلا زي ما حضرتك بتقولي لولا وجوده كانت ممكن النتيجة تبقى أكبر من كده، لأن إحنا فعلا في عندنا بعض اللعيبة كانت واخده اكبر من حجمها، غير يعني لعيبه قد في اللي عليها ولعيبه ثانيه كانت واخده اكبر من حجمها بشكل كبير في المنتخب، ظهرت في البطوله دي، ولكن محمد الشناوي لاعب اثبت ان هو الحارس الاول في افريقيا من خلال ادائه، من خلال تصدياته والكرات الحاسمه اللي كان هو البطل فيها،
ويعني هو الحارس الاول مش منتخب مصر بس، لافريقيا في الوقت الحالي. طب أنا عايزة أنتقل بقى من هذا الموضوع إلى كابتن رمضان صبحي. زي ما قلنا في البداية، يعني كان في سمعين كلام عن انتقاله من بيراميدز للزمالك. حضرتك هل عندك معلومات عن هذا الموضوع؟ سبب الانتقال هل هو زي ما البعض قال مادي، ولا هو اللي عايز ينتقل إلى الزمالك؟ وهل فعلا هينتقل إلى الزمالك؟ طيب خليني اقول لحضرتك ان رمضان صبحي يعني هو مستمر مع بيراميدز حتى الان، ومفيش اي مفاوضات رسميه مع رمضان صبحي شخصيا لانتقال لنادي الزمالك حتى هذه اللحظه. كله يمكن كلام مع وكيل اعماله، كلام مع اداره بيراميدز، من بعض المسؤولين او بعض المقربين من اداره نادي الزمالك لاتمام الصفقه يمكن يعني. فبالتالي مفيش اي حاجه رسميه متعلقه بانتقال رمضان صبحي لنادي الزمالك. رمضان صبحي كان بيلعب اولمبياد طوكيو على امل ان يكون عنده عرض اوروبي افضل يقدر من خلاله يرجع للاحتراف الاوروبي اللي رجع منه على النادي الاهلي، من النادي الاهلي لبيراميدز. هو عايز يرجع مره ثانيه لاوروبا، وبالفعل يعني كان في تواصل مع بعض المقربين منه، قالوا ان في يعني بعض الانديه الاوروبيه اللي ممكن تكون بتراقب رمضان. فبالتالي يعني الكلام دلوقتي على رمضان، هل الاتفاق مع نادي اوروبي هيتم ولا لا؟ لسه في انتظار التاكيد على الموضوع ده. والحاجه الثانيه كمان، لو رمضان صبحي ما راحش اوروبا هيكون الانتقال لاحد الانديه الخليجيه، ممكن يكون هو الخيار الثاني بالنسبه لرمضان صبحي في حاله عدم انتقاله لاي فريق اوروبي خلال فتره الانتقالات اللي هتبدا لسه، او المفروض ان هي شغاله في اوروبا دلوقتي لكن هي لسه هتبدا عندنا بعد نهايه مباريات الدوري. الخيار الثالث هيكون هو استمرار رمضان صبحي في مصر مع نادي بيراميدز، ولكن في الحاله الثالثه دي هيكون رمضان صبحي بيفضل ان هو ينتقل لنادي الزمالك، لان رمضان صبحي عاوز يدور على ظهير جماهيري يبقى بيشجعه وبيدعمه من بعد ما افتقد الظهير الجماهيري طبعا اللي كان موجود في النادي الاهلي. فهو عاوز ظهير جماهيري يكون بيدعمه وبيشجعه نفسيا، خصوصا ان هو ما لقاش اللي هو كان عايزه في نادي بيراميدز لما راح، وكان فاكر ان هيبقى الامور مرتاحه بشكل اكتر من كده، الضغوط اقل بشكل اكتر من كده، ولكن هو فوجئ ان الضغوط اكتر والظروف ما ساعدتش كمان كنتائج ان هو يحقق اللي هو عايزه، سواء على مستوى بطوله افريقيا او على مستوى بطوله الدوري. فبالتالي وممكن بيراميدز السنه الجايه ما نشوفهوش في المشاركات يعني افريقيه، ما يعني هل هيشارك، هل هنشارك بوفقا لنتائج السنه اللي فاتت ووفقا لنتائج السنه دي في الدوري. فبالتالي يعني الوضع مرتبك بالنسبه لرمضان صبحي. هل عند حضرتك اي اخبار اخرى عن انتقالات او صفقات انتقالات في نادي الزمالك او في النادي الاهلي؟ يعني النادي الزمالك اكيد هو في حاله من التكتم فرضها الكابتن حسين لبيب على الصفقات، وده يمكن شيء مهم جدا عمله نادي الزمالك مؤخرا، ان هو حريص على سريه الاسماء اللي بيتعاقد معاها عشان ما تفسدش الصفقات. يمكن هو قال ان في طلبات بالفعل من المدير الفني وهم اشتغلوا عليها، وفي صفقات بالفعل خلصت ولكن لم يتم الاعلان عنها الا بعد نهايه الموسم، احتراما للانديه اللي اللعيبه دي بتلعب فيها. فبالتالي ده بيدي بودره امل بالنسبه لجماهير نادي الزمالك. الناحيه الثانيه النادي الاهلي، طب قبل ما نروح للنادي الاهلي كان تواترت بعض من الانباء عن ازارو يروح نادي الزمالك. لا الكلام ده اعتقد ان هو اصبح بعيد شويه نسبيا، لان ازارو مكمل مع نادي الاتفاق السعودي، ومفيش كلام على عودته لنادي لمصر حاليا او في التوقيت الحالي. يمكن هو مكمل في الاتفاق السعودي والاقرب ان هو يكمل هناك. وزي ما قلت لحضرتك هو في حاله من التكتم على اسماء الصفقات جوه نادي الزمالك، خصوصا ان التعاقد مع ازارو هيعمل مشكله جوه نادي الزمالك، لان عدد المحترفين كتير جوه نادي الزمالك دلوقتي. اعتقد ان هو الراجل كارتيلون طالب مهاجم صريح بشكل اساسي يكون اجنبي، فبالتالي هيكون المهاجم الصريح هو ليه الاولويه للتعاقد معاه في نادي الزمالك الفتره اللي جايه. طب بالنسبه بقى للنادي الاهلي يا استاذ محمد. طيب النادي الاهلي يمكن موسيماني كان واضح وصريح ان هو قال هو محتاج اربع صفقات او اربع لاعبين جداد ينضموا للنادي الاهلي، وحدد ان في واحد بالفعل يعني هو متكلم معاه او لاعب هو متكلم معاه بيلعب في الدوري الجنوب افريقي، والبعض اتكلم على بيرسي تاو لاعب الموهبه
او موهبه جنوب افريقيا يعني ممكن يكون مرشح للانتقال للنادي الاهلي، فبس لسه الصفقات دي كلها ما تمتش. الابرز في النادي الاهلي الصفقات او الكلام الاكثر على الصفقات اللي ممكن تكون هتمشي من النادي الاهلي، في كلام كتير جدا على والتر بواليا، هل هيستمر ام لا؟ شفنا مشيماني ده اعتمد عليه بشكل اكبر خلال الفتره اللي فاتت عشان نديله فرصه اذا كان هيشوفه هل هيكمل ولا لا. السبع مباريات اللي جايه هتكون حاسمه بالنسبه للنادي الاهلي وفقا للصفقات او اللي هيقدر يتمم من صفقات خلال الايام القليله اللي جايه دي، هيحدد بناء عليها كمان مجموعه من اللعيبه اللي مش هتكون موجوده في الفريق السنه الجايه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ محمد يحيى الناقد الرياضي.